يعني رح يخلو سبيله؟ بس هالفترة، بس يصحى حلمي أونار رح ياخدوا أقواله، وبعدين رح يتوضح وضع أروى خانم أكتر. ماشي، لا تتركها لوحدها. لكن لك فكرة. شكرا. عدنان بيك بيسلم عليكم. قال إنه صحفيين على الباب. إيه، خلينا نطلع من الباب الخلفي. يلا ماما، حطي نظاراتك. في شي أخبار من المشفى؟ ما اتصلني هاد، أكيد رح يحكي معنا، بس يطلعون من العملية بيتصل. خلينا نحاكي بس نطلع من هون ونركب سيارتنا ونتصل. استنوني دقيقة هون بس لشوف السيارة. نهاد بيك، العملية كانت ناجحة كتير. يعني ما عاد في خطورة على حياته؟ تخطاها الحمد لله. الحمد لله على سلامته، وإذا مرق هاي الليلة على خير ما عاد في أي خوف عليه. بتشكرك دكتور، شكرا. بشوفك، بمرق عليكم بعدين. عدنان بيك، العملية كانت ناجحة، عم بيقول الدكتور ما عاد في خطر على حياته. هنيك بسلامته. بابا الحمد لله على سلامتك، العملية نجحت، لساته تحت تأثير المخدر. نهاد اللي انت منيح؟ كتير خفت، نسيت كل شي عملوا معي، صار أبي من جديد، وخفت كتير أني أخسره. الحمد لله مرقت على خير وسلامة. موجودين حوالين البناء، مجبرين نطلع. لا تطلعي بحدا، مباشرة نركب السيارة. أروى خانم، أروى خانم، صحيح إنه جابوك مشان تدلي إفادتك؟ بعد شوي. أروى خانم، إذا بتريدي. إذا بتريدوا اهدوا شوي. إذا بتسمحوا لي أنا رح أشرح لكم الوضع. صحيح إنه ضاربته بمادة على راسه؟ شو عم تحكوا أنتم؟ بالتأكيد مو صحيح. حلمي بيك وهو عم يتحمم، زحطت رجله وقع. لا قول لحلمي بيك مغمى عليه وهو بالصالون، حكينا مع اللي شافه. مو مغمى عليه بالحمام، بس وهو طالع من الحمام نزل ضغطه ووقع. وأروى خانم بالصدفة كانت هنيك وقامت ساعدته، والشكر لكم. بس هي التصريحات مو كافية، حابين نسألك كم سؤال لأروى خانم. أروى خانم، تصريح واحد بس، ليش لسان خانم بس تصريح أونال. واحد رجاءً. ما صدقوا وما رح يصدقوا. ماما بترجاك تشدي حالك شوي. نهاد عم بيتصل. ألو بيسان، بابا طلع من العملية ووضعه كتير منيح. الحمد لله، قال منيح. الحمد لله على سلامته. صحي لحاله شي؟ ما في مشكلة مو هيك؟ لا، بس عم يفتح عيونه ويسكرها. وعدنان بيك هلأ أجا لهون كمان، هو جنبي. تمام، سلم لي عليه. خلينا نروح على المشفى. لا، منروح على البيت. من الأفضل ما تروحوا على المشفى، بالأول خلونا نحن نحكي معه. وأنا هيك رأيي. شو صار؟ ولا شي، ماما عم بتقول نرجع على المشفى، وأنا عم قلها بالأول منروح على البيت. إذا بدها تجي خليها تجي. إحسان بيك رأيه بعدين. نهاد ماشي، مثل ما بتكون، بحاكيكم بعدين. ماشي حبيبي. نهاد، نهاد أنا هون. أنت منيح، مشي الحال، رح تتعافى إن شاء الله. لا تاكل هم. بشكرك كتير. أنت مرتاح؟ كنت عم بتخيل ولا عدنان زي أكيل عن جد كان عباب الغرفة؟ إجا وكان خايف عليك كتير.